بنرحب بحضراتكم مرة تانية في البيت الكبير. دلوقتي لسه برضو طبعا أكيد الحديث مستمر، لا صوت يعلو فوق صوت المباراة المرتقبة، مواجهة الأهلي الأفريقية يوم السبت اللي جاي إن شاء الله أمام فيتا كلاب. ما زال الحديث مستمر في البيت الكبير. معانا الكابتن أحمد عادل، زي ما قلت طبعا لحضراتكم، واحد من أعضاء الجيل الذهبي تحت قيادة مانويل جوزيه اللي سيطر على كل البطولات المحلية والأفريقية في هذا التوقيت. شرفنا كابتن أحمد، وحديث مهم ومطول اكيد عن المواجهه المرتقبه للاهلي في دوري ابطال افريقيا. جيت طبعا في البدايه سعيد انا موجود مع حضرتك. شكرا. وسعيد ان انا موجود مع الكابتن هاني. ربنا يخليك يا كابتن. سعيد ان انا موجود معاكم كالعاده يعني. تسلم. ودايما كده في احسن حال، متالقين دايما. الله يخليك حبيبي يا احمد. حبيبي جدا. مباراه مهمه اكيد في المشوار الافريقي. المباراه على مستوى الضغوط اتصعبت شويه بعد طبعا هزيمتنا من سيمبا وفوز فيدا كلاب على المريخ. خدت شكل مختلف، يعني خدت شكل مختلف من نواحي الضغوط، لكن في اعتقادي الشخصي ان شاء الله النادي الاهلي قادر على الفوز على فيتا كلوب. لكن رؤيتك الفنيه، انت كلاعب ممكن تكون مريت بظروف زي ديت من خلال مشوار افريقي، كان مباريات بيبقى لازم لا تقبل القسمة على الاثنين. ازاي اللعيبه نفسها بتستعد لهذه الانواع من المباريات الصعبه يعني؟ بص كده يا كابتن، خلينا نتفق ان كجهاز فني نادي الاهلي او مجلس اداره النادي الاهلي او لعيبه النادي الاهلي هي بتعرف تقفل صفحاتها كويس. يمكن حتى لو في المباراه فيها اخفاق هو بيعرف يقفل صفحاته صحيح. كويس، وبيبدا يشتغل على المواقف السلبيه، ودي بتبقى وظيفه الجهاز الفني. لكن كان نادي الاهلي وهو بيرجع بيلعب في الدوري، يعني بعد مباراه خساره بيرجع يلعب في الدوري ويحقق انتصار. دايما زي ما معودنا النادي الاهلي هو بيلعب لحد صفاره الحكم. يمكن ان احنا النادي الاهلي وخصوصا اجايه لسه راجع من اصابه وبيحقق المكسب للنادي الاهلي ومباراه طلع الجيش. لكن زي ما بقول لحضرتك، كله كان يتوقع ان موسم ممكن يبقى اداء سيء من النادي الاهلي، او ممكن يبقى فيه خساره او اخفاق حتى في مباراه الدوري. لكن هم بياخدوها ستيب باي ستيب. يمكن التركيز في البطولات الافريقيه عندها دي الملكه اللي عند لعيبه النادي الاهلي، ودي الملكه اللي عند الجهاز الفني النادي الاهلي. عشان كده النادي الاهلي هو بيلعب لحد النهايه حتى في البطوله الافريقيه، مش هزيمه اللي هتوقفه، لكن بيشتغل على نفسه بشكل تمرين وبيقفل صفحاته زي ما بقول لحضرتك. ودي بتبقى موجوده مقاومات البطوله، هي موجوده عند اللعيبه وموجوده عند الجهاز الفني وموجوده عند مجلس الاداره، ودي اللي بيديها الصلاحيات. كل الصلاحيات مجلس الاداره بيديها للجهاز الفني، لكن وبيحاسبه في الاخر على البطوله، لكن ما بيحاسبوش من مباراه لمباراه. لكن الاداء يطمنك في مباراه طلع الجيش، برغم ان الهدف اتاخر، هدف المكسب، لكن الاصرار يطمنك. يمكن الاداء مش على المستوى، لكن الاصرار على المكسب ده اللي يطمنك يعني. ما هو الاصرار عند اللعيبه. الاصرار عند اللعيبه، لان زي ما بقول لحضرتك يعني مش اي حد كابتن هاني يا استاذ هام ان اللعيبه تحقق بطوله، لازم يبقى عندها مقومات البطوله، بتلعب لحد اخر دقيقه. وده اللي ان شاء الله كل جماهير النادي الاهلي عندها ثقه في اللعيبه بالجهاز الفني، ان هم لعيبه عندها شخصيه البطوله، بتتحمل مسؤوليه النادي الاهلي، تحمل الضغوط. انت عارف مباراه افريقيا فيها ضغوط كبيره جدا على اللعيبه، وخصوصا السوشيال ميديا دلوقتي بحكم الانتقادات اللي بيتعرض ممكن ليها اللعيبه او الجهاز الفني. لكن في دور كبير جدا على كابتن سيد عبد الحفيظ ان هو يقدر يبقى قافل على الفرقه بشكل جيد، يلم شمل اللعيبه مره ثانيه يا كابتن احمد. بس برضو تظل الغيابات وعمل الاصابات برضو جزء كبير جدا من الناس حتى بتتكلم فيه على مواقع الاتصال. فعايز اتكلم حد يعني عن تاثير مثلا واحد زي علي معلول، يمكن غيابه طول، بس قد ايه لاي مدى علي معلول مهم في المباريات دي؟ وموسي ماني على الجانب الاخر يعمل ايه في ظل الغيابات اللي قد اكيد مؤثره يعني قد جازمه برضو. اكيد علي معلول هو بيصنف على مستوى افريقيا من احسن باكات ليفت في افريقيا، لعيب دولي عنده خبرات فارق كبير جدا مع اداء النادي الاهلي حتى في المباريات، مفتاح لعب مهم النادي الاهلي. لكن هنا الحاجه لما تشوف محمود وحيد دخل بيأدي في المكان دوت، بتشوف ايمن اشرف بيقدر يأدي في المكان ده، ودي مقومات الفرق الكبيره ان انت يبقى عندك البديل بيأدي بنفس الصوره اللي الاساسي بيلعب بيها. لكن فريق النادي الاهلي يعني اي حد بيلبس شيرت النادي الاهلي هو بيبقى جدير ان هو يأدي الدور اللي عليه. ويمكن شفنا ايمن اشرف ادى في المكان دوت بديلا لعلي معلول في كاس عالم الانديه، وادى بشكل جيد على الغير المتوقع. المباراه اللي فاتت برضه كان المباراه اللي في الدوري، ومحمود وحيد برضه بيأدي بشكل جيد. لكن هنا عشان كده بنقول ان المدير الفني يبقى مصمم على 14 لعيب، دي ظاهره بتبقى سلبيه. لكن ان انت تعتمد على 25 لعيب، عشان في حاله غياب علي معلول غياب اي لعيب التشكيل او الاداء بتاع النادي الاهلي ما تاثرش. بيتعرض لانتقادات برضه اكيد الروتيشن ده بيعرضه لانتقادات بالرغم من تحقيقه الارقام ونتائج.
هو انا زي ما بقول لحضرتك في الاول ان مجلس اداره النادي هيحاسب على البطوله، لكن الانتقادات اي طبيعي ان انت كمدير فني النادي الاهلي هتتعرض لانتقادات زي ما الناس بتشكر فيك زي ما الناس هتنتقدك، لكن مهم جدا ان انت تعالج سلبياتك كمدير فني، وفي الاول وفي الاخر انت بتحقق المكسب، بتحقق 3 بونت، برغم ان النادي الاهلي بيختلف عن اي نادي تاني ان هو بيلعب في اكتر من بطوله وبيتعرض للاجهاد المستمر كل 4 أيام مباراه، فيسافر في افريقيا وبعد كده يرجع يلعب في الدوري وبعد كده يسافر افريقيا تاني، فده اجهاد اي فريق في مصر ما بيتعرضش للاجهاد ده، فده لازم يتحط برضو في الحسبان بتاع الناس ان النادي الاهلي من مباراه لمباراه، عشان كده ما بيحصل عمليه الروتيشن في اللعيبه، ده مهم جدا ان ال 25 لعيب يبقى رجلهم في الملعب عشان فورمه المباريات طبعا. طب بالنسبه للروتيشن واتكلمت على ايمن اشرف واتكلمت على محمود وحيد، وجهه نظرك الفنيه او متطلبات المباراه اللي جايه، تفتكر على المستوى الباك الشمال نطلع ايمن اشرف ويلعب ياسر ابراهيم كسردي باك ويبقى محمود وحيد معاك، ولا تكمل تدي محمود وحيد وتستفيد بايمن اشرف والثنائي او الدويتو الرائع اللي بيعمله مع بدر بنون؟ فنيا انت شايف ايمن اشرف في المباراه دي محتاجينه كباك شمال، ولا نشتغل بمحمود وحيد ويبقى ايمن اشرف سرد باك؟ اكيد يا كابتن هاني في المباريات اللي فاتت كنا بنشوف ان مستر موسيماني بيتطرق لطريقه 4-3-3، لكن اول ما بتلعب بطريقه 4-3-3 ده بيديك مؤشر ان الراجل عايز يامن نص الملعب، عايز يدافع بشكل جيد، لكن انا بشوف الطريقه المناسبه للنادي الاهلي 4-2-3-1، حتى لو عايز تدافع بس بتكلف طرفين الملعب بادوار دفاعيه، لكن انا بشوف ان مباراه زي دي انت محتاج ايمن اشرف، ان ايمن اشرف بيدافع بشكل جيد، محتاجه كسرد باك كباك ليفت يعني يلعب كباك ليفت، ان ياسر ابراهيم يلعب جنب بدر بانون وايمن اشرف يبقى باك شمال على اساس بيعمل ممكن عنده الحاله الدفاعيه ممكن يدافع لك 70 او 60%، وبرده ايمن بيقدر يهاجم، وممكن تدي حريه الناحيه الثانيه محمد هاني، يعني محمد هاني وتبقى مثبت 4 ورا او 3 ورا، تمام، تلعب بحاله دفاعيه جيده مع ثبات حمدي فتحي في نص الملعب، وتدي حريه اكتر لمحمد هاني، ان انت برده كابتن هاني احنا مش عايزين ندي الفريق اكبر من حجمه، ده حقيقي وانت مهم كمستر موسيماني ان النادي الاهلي على طول هو اعظم نادي في افريقيا ومحقق البطوله، فطبيعي ان انت تنزل تفرض اسلوب لعبك مظبوط، وما تديش الفريق الثاني اكبر من حجمه، وانت زي ما هو عامل حسابك بس يعني زي ما هو عامل زي ما انت بتعمل حسابه هو عامل حسابك اضعاف، طيب. لان انت فريق محقق البطوله، لان النادي الاهلي في افريقيا هو كتاب مفتوح، لكن ما يميز النادي الاهلي ان هو عنده مفاتيح لعب كتير جدا، عنده بدايل تقدر تفيدك انت كمدير فني ان انت تغير من اساليب لعبك داخل الملعب، انت عندك لعيبه بتلعب في اكتر من مركز، دي بيديك مرونه تكتيكيه، حتى مش لازم يخسرك تغيير، لكن ممكن تبدل من جوه الملعب، لكن في الحاله دي حتى لو لعبت ايمن اشرف وحصل حاجه مثلا في الاستبارات في السرد باكات انت ممكن تدخله كباك ليفت كسرد باك وتنزل محمود وحيد حسب مجريات المباراه، لكن مهم على مستر موسيماني ان هو يقسم المباراه، يعني يقسم المباراه اول ربع ساعه هيعمل ايه، لا قدر الله جه فينا ان شاء الله ربنا يكرمنا اول ربع ساعه نجيب جول يفرق معانا في مجريات المباراه ان شاء الله. ده بقى اللي عايز اخد برضو حضرتك فيه، يعني كمان قد ايه مهم ان انت تسجل بدري، وده يمكن اللي الفريق النهارده ما بيحققوش بشكل كبير على مدار المباريات اللي فاتت تحديدا الشويه الليلين اللي فاتوا، فقد ايه مهم ان انت النهارده فيتا كلاب رايح جاي النهارده يعني تهدف بدري، تبقى مركز في النقطه ديت بدري، تنصح اللعيبه في ايه في الجزئيه دي؟ في الجزئيه دي هي بتبقى الـ 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 الاغلب في الموقف دوت للمدير الفني، اكيد تعليمات طبعا المدير الفني اكيد، بس ان هو بيبقى مامن دفاعيا، لكن مهم جدا ان انت مرحله جس نبض الاولانيه تاخد المبادره، او ان انت ممكن تعمل ضغط عالي من قدام ان انت ما تسيبش الفريق، لان فيتا كلوب من الفرق اللي بتحب تلعب كوره وعندهم مفاتيح لعب كباك رايت بيهاجموا من الناحيه دي كويس، فعشان كده بقول لحضرتك يا كابتن استاذ سهام ان ايمن اشرف مهم ان يكون في المكان ده لان هو بيدافع بشكل جيد، هيبقى قافل على مفتاح اللعب اللي هو الباك رايت بتاع فريق فيتا كلوب، وفي نفس الوقت انت ممكن تشتغل في حته وتلعب على الحته العكسيه، الحته العكسيه ان الكور العكسيه على طول هم فريق فيتا كلوب بيبقى عينه على الكوره دايما، لكن الحته العكسيه بتبقى فاضيه، فمهم جدا ان انت تستغل ده، وخصوصا في اول ربع ساعه، لان انت لو جبت جون في اول ربع ساعه هتربك حساباتهم، لان هو عامل حسابك بشكل كبير ومستنيك انت هتشوف هتعمل معاه ايه اول ربع ساعه، انت هتعمل معاه ايه، هتاخد المبادره، انا بشوف ان هو مهم جدا لو هيبدا المباراه يبدا ضغط عالي ما يسيبش الفريق يلعب باريحيه،
وان انت تحرز جون في اول ربع ساعه اول تلت ساعه ده هيفرق معاك بشكل كبير جدا طول المباراه. طيب النقطه دي برضو ليها جوانب سلاح ذو حدين، وخلينا نتكلم بكل امانه ان النادي الاهلي يمكن في المشوار مثلا الدوري او البطوله الافريقيه بنتاخر شويه في احراز الاهداف للشوط الثاني، لكن في نقطه كمان مهمه وانت اكيد كنت لعيب وبتحسها من خلال الفريق، لما بتكون مستعجل بزياده انك تحرز هدف بتفتقد اللمسه الاخيره او بيكون في استعجال شويه بالنسبه لنهايه الهجمه، وده برضو خلي بالك ظهر في يعني النادي الاهلي في بعض مباريات الدوري كان عمل هجمات كتيره جدا جدا على المستوى الهجومي في الشوط الاولاني بس ما احرزش اهداف. ليه؟ عشان كانت اللمسه الاخيره فيها تسرع، اللعيب عايز تجيب جون بسرعه مستعجلين. فازاي بقى مستر موسيماني يعمل البالانس ده؟ محتاجين جون في اول شوط، لكن عمليه انك تكون مصر على الهدف وانك تكون كمان فيه هدوء في ال 18، مفيش استعجال، اللمسه الاخيره تكون كويسه، تتعمل ازاي دي يا كابتن؟ دي مهمه كابتن هاني للناس اللي موجوده في الملعب، يمكن انا اللعيبه بقى اللعيبه دي بتاعت اللعيبه، دي بتاعت قائد داخل الملعب اللي هو بيتحكم في رتم اللعب، بيتكلم مع اللعيبه. دي كانت موجوده في حسام غالي، دي كانت موجوده في بعض اللعيبه اللي انت ممكن دلوقتي ممكن تلاقي السوليه، ممكن تلاقي حمدي فتحي، ان هو بيتحكم في رتم اللعب، هنهدي اللعب امتى، هنفنش امتى، اللعيبه هتقف امتى. دي برضو مش ما ترمهاش بشكل كبير جدا على المدير الفني، دي بتاع مواقف لعيبه، مواقف لعيبه ان هم لازم يبقوا هادين، لازم كلام على طول. المباريات دي مباريات كلام في ظهرك، خلي بالك. دي بتبقى ملك عند اللعيب، ملك عند اللعيب زي حسام غالي كان في نص الملعب بيقدر يتحكم في ريتم اللعب. والنهارده عمرو السلافة عمرو السلافة عنده مقاومة. دي الادوار المهمه. المدير دايما المدير الفني بيدي بكل امانه بيدي خطوط عريضه للسيناريو عريض، وبيبقى داخل الملعب الحلول، ممكن الحلول حتى لو المدرب ما بيقولهاش يبقى الحلول من جوه الملعب. فده زي ما انت بتقول اللعيبه الكبيره عمرو السوليه موجود، الشناوي من ورا بتتكلم على ايمن اشرف، بتتكلم يكون حسين موجود، يعني في لعيبه حمدي فتحي. فده دور اللعيبه، ده دور ان اللعيبه تستفيد من خبراتها من خلال النقطه اللي بتكلم عليها، استعجال مش مطلوب لانه بيفقد النادي الاهلي شويه من هويته. يعني مش مطلوب يا كابتن، وفي نفس الوقت انت 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 لازم فريقنا او لعيبه النادي الاهلي تحس ان احنا فريق قوي، فريق تقيل، ما نستعجلش على ان احنا نجيب جون، يعني ممكن نجيب جون في اي وقت، لكن الاهم ان هو ما يجيش فيك. يعني الاهم ان انت تبقى منظم بشكل جيد، وان انت ما يجيش فيك دفاعيا، لان انت لو جه فيك جون لا قدر الله هيربكك وهياخدك لحته الاستعجال. لكن الهدوء، الكلام بتاع الشناوي اكيد من ورا، ايمن اشرف من ورا، انت على طول اللي بيبقى قائد ده بيبقى واخد العمود الفقري للفريق كديفندر، كديفندر او الجول او سيرد باك من السيرد باكات. ودي مقاومات عند اللعيبه، انت عندك السوليه كقائد في نص الملعب مع حمدي فتحي، عندك ايمن اشرف قائد من ورا، عندك الشناوي، لكن حته الاستعجال دي بتيجي لو لا قدر الله جه فيك، لكن طول ما انت مأمن بشكل جيد اللعيبه واقفه على رجليها، منظمين، ما يبقاش في مساحات بين اللعيبه. وخصوصا كابتن عايز اتطرق لحته فنيه، ان انت طول ما انت بتلعب في تلتين ملعب ومضيق مساحات مش هيبقى في مساحات تلعب عليك كوره، لكن طول ما انت فاتح الملعب صحيح. دي ويمكن اشتغلنا مع حضرتك في نادي اتحاد الشرطه لما كنت حضرتك ماسكنا كمدير فني، كنا منظمين بشكل جيد لان احنا كنا بنشتغل على تلت ملعب او تلتين ملعب، لكن طول ما انت منظم وخطوطك قريبه من بعض صعب جدا يبقى في مساحات، وهيبقى سهل ان اللعيبه تضغط، وسهل ما يكونش في مساحات، كل ده والنادي الاهلي قادر. يمكن افتقدنا النقطه دي شويه في مباراه سيمبا. وبالتالي ظهرت المساحات بشكل كبير، كان حتى هتلاقي في زياده عدديه في مباراه سيمبا دي، كانت من السلبيات اللي كانت موجوده ان في زياده عدديه من لعيبه النادي الاهلي 7 على 4، بس بيبقى فيه دي حته كابتن هاني الكلام، حته الكلام خلي بالك وراك بينك، ده شغل القائد بقى قصدك في الملعب، دي بتاعت لعيبه يعني. دي بتاعت لعيبه، ولعيبه النادي الاهلي عندها يعني، مش انا في لعيبه تقدر تطلب منها حاجه يعني كبير عليها او تقيل عليها حته الطلب، ان انا اطلب منه مقاومات او اهداف داخل الملعب ان هو يقدر ينفذها، لكن كلاعيبه النادي الاهلي عندها المقاومات دي انها تقدر تنفذها. فلما هتطلب كمان منه كمان بان برضو، يعني عايزه برضو اتوقف عند عمرو السوليه. انا عارف ايمن اشرف قائد، محمد الشناوي، وليد سليمان اكيد، بس دلوقتي بقيت تحس حتى بتاثير عمرو السوليه على مستوى القياده.
يعني ما نتخيلش نص الملعب النهارده من دون عمرو السوليه مثلا. دي انا بشوف ان هي مكسب كبير جدا اكتسب عمرو السوليه في الفترات الاخيره وخصوصا في البطولات او في المباريات الكبيره. صحيح، قيمه اللعيب هنا بتبان، تقله بيبان، كلامه حتى مع زمايله بيبان، خوفه على النادي الاهلي وعلى مدى تاثير الفريق ممكن يبقى الاداء يبقى مريح شويه، فهتلاقيه هو اللي بيفوق الناس. فدي مقومات مش عند اي لعيب، بس بيكتسبها مع البطولات. طيب، مع عراقة النادي الأهلي والأداء اللي بيبقى داخل النادي الأهلي. متساويين في عدد النقاط كل من الأهلي وفيتا كلاب، فده بالتالي بيصعب المهمة مش بس على فيتا كلاب وعليك أنت كمان، يعني أنت النهاردة بفرق الأهداف أنت في المركز الثالث، لكن في عدد النقاط 3 نقاط ل3 نقاط، فبرضو دي جزئية مهمة. يعني ازاي الاهلي او المدير الفني بيعمل ايه يعني تعرفنا يعني عشان يعني نتجاوز النقطه الصعبه دي؟ هي اكيد هتحط عليك ضغوط، هتحط عليك ضغوط طبعا على اللعيبه، ممكن يبقى في تسرع شويه ان احنا نحرز اهداف، فده دي بترجع للعيبه ان اللعيبه لازم تبقى هاديه. حتى ممكن نجيب جون في اخر المباراه، لكن ما نستعجلش على المكسب. أيوة، ما نستعجلش على المكسب، لان انت طول ما انت مامن في الحالات الدفاعيه واللعيبه هاديه واللعيبه متمركزه كويس، وحتى ممكن ناخد الاستحواذ، يعني الكره تبقى في رجلك على طول لان الجو ممكن ما يساعدكش، بس يبقى ايجابي. ايجابي بس إيجابي. في نفس الوقت لازم زي ما بقول لحضرتك ان حد يبقى متحكم في رتم اللعب. ان انت ما ينفعش رتم اللعب يبقى عالي وفي نفس الوقت هتقع بدنيا، لان انت الضغوط على لعيبه النادي الاهلي الفتره الاخيره كل 3 4 ايام مباراه، فده ممكن ياخد منك شويه. عشان كده بقول لحضرتك ان الكره لازم تبقى في رجلنا دايما، هنجيب جون في اي وقت، لكن اهم حاجه ان احنا ما يجيش فينا. هيتحط عليك ضغوط، اكيد هيتحط عليك ضغوط، وخصوصا انت متساوي معاه في عدد النقاط، هو عايز يكسب وانت عايز تكسب، لكن الاهدى هنا واللي عنده الشخصيه والخبرات في فرض طبعا عنده بتفرق. الشخصيه حتى في فرض اسلوب اللعب. صحيح، اللي هياخد المبادره هو اكيد ان شاء الله النادي الاهلي قادر على كده، وان شاء الله نقدر نحقق مكسب باذن الله. ان شاء الله باذن الله. من خلال تقييمك وهاخدك النقطه عمليه مقارنه شويه، انت اكيد مريت بتجارب زي كده على المستوى الافريقي، شايف مستوى المجموعه ازاي ونقارنها بالفرق الافريقيه في الألفين، يعني 2000 وايام مانويل جوزيه بصفه عام، شايف في فروقات فنيه، فروقات في القوه، فروقات في السرعه، مستوى الفرق الافريقيه من وجهه نظرك زاد عن ال 2000 و2000 يعني مع فتره مانويل جوزيه، ولا دلوقتي الفرق الافريقيه بقى مستواها افضل؟ يعني دلوقتي يا كابتن بقت الكره اسرع، وبقت مفاتيح اللعب افريقيا دلوقتي بقت الفرق عندها اكتر من مفتاح لعب، لكن انت لما كنا بنلعب نجم ساحلي كنا بنلعب اي فريق كبير في افريقيا جنوب افريقيا كانت مفاتيح اللعب محدوده، يعني بتتكلم في 3 أو 4 مفاتيح اللعب، لكن دلوقتي انت بتشوف باكين مثلا في فريق افريقي مفاتيح اللعب اتغيرت، وبقت الكره اسرع، وخصوصا ان احنا لما كنا بنلعب 3-5-2، يعني كان موجود الكابتن عماد النحاس وكان بيلعب شادي وائل جمعه، زي مثلا احمد عادل موجود، اسلام الشاطر موجود، الناحيه الثانيه جيلبرتو، احمد السيد، شعاد شديد، لكن هي طرق اللعب اللي اتغيرت والتطوير في الكوره هنا، عشان كده هتلاقي ان البطوله بقت صعبه. بطوله يعني افريقيا كل مدى اصعب دلوقتي مين؟ لان الفرق اللي انت بتتكلم على فيتا كلوب بيوصل نهائيات قبل كده، يوصل في الادوار اللي هي الدور الاربعه، انا بشوف ان هي من اصعب المجاميع اللي هيواجهها النادي الاهلي، يعني بتتكلم في سيمبا، بتتكلم في فيتا كلوب، من يعني ده بتتكلم اكنه في دور الاربعه، كانك بتلعب في دور الاربعه وداخل على في الاول اصعب. خلي بالك يعني مستوى في دور الثمانيه اعتقد هتقابل وجهه نظري مستويات افضل كمان من فيتا كلاب وسيمبا والمريخ، هيكون داخل بقى على المعمعه زي ما بيقولوا، وخاصه ده نوك اوت، يعني انت بتلعب خروج خروج المغلوب يعني. عشان كده بقول لحضرتك كابتن هاني بقى عندك حوالي 10 او 12 فرقه، فريق ممكن تتوقع ان احد يوصل فاينل. أيه، لكن هنا الشخصيه بتاعت اللعيب، الشخصيه بتاعت اللعيب ان هو بيلعب لحد اخر نفس، بيلعب على البطوله وهو هدف البطوله. عشان كده زي ما بقول لحضرتك ان كان مهم جدا ان النادي الاهلي بيقفل صفحاته كويس، حتى لو فيها اخفاق بيقدر ان هو يرجع نفسه تاني وبيقدر يشتغل على نفسه من جديد ويعالج السلبيات، وان شاء الله نقدر نعالجها المباريات اللي جايه ان شاء الله. يعني فاهمه من كلامك انه ما عادش ينفع دلوقتي نقول دي فرق صغيره ودي فرق كبير، دي فرق بتلعب اي مفاجاه متوقعه في دوري ابطال افريقيا في الكره الافريقيه دلوقتي متوقعه، لان انت مهم جدا كجهاز فني او مدير فني ان انت بتدرس الفريق اللي قدامك كويس. ودلوقتي كل المباريات بتاعت افريقيا بتبقى مذاعه، كل الفرق بتلعب، بتعرف نقط الضعف فين ونقط القوه فين، ودي ملك عند ماستر موسيماني.
ان هو بيقدر يدرس الفريق اللي قدامه كويس، مفاتيح اللعب ونقط القوه ايه ونقط الضعف ايه. فدي ملك عند مستر موسيماني، اتمنى ان هو يكون موفق فيها. ايه نقاط الضعف اللي عند فيتا كلاب من وجهه نظرك؟ في قلب الدفاع. قلب الدفاع، في قلب الدفاع في اخطاء، يعني لو هنلعب حتى كور طويله او بينيات من قلب الدفاع، هو على طول هم مش منظمين ورا، يعني ورا هم مش منظمين، وخصوصا بيبقى في ثغره ناحيه الباك رايت، ان هو بيهاجم على طول. ده احنا ممكن نشتغل على الباك رايت او في قلب الدفاع، ممكن نشتغل كور بينيه، ودي ملكه عند قفشه. قفشه بيقدر يعمل الموضوع ده كويس، خصوصا لما بيلعب رقم 10. طيب لكن بتلعب 4-3-3 وقفشه بتلعب على الطرف، بتفقد الاستحواذ شويه، بتفقد الاستحواذ، الرابط ما بين خط الوسط وخط الهجوم. وانت لما بتتكلم على اثنين سرد باكين وعندهم ضعف واضح في قلب الدفاع، هرجع اسالك على مين وجهه نظرك برضو الفنيه، مين يكون افضل على مستوى راس الحربه؟ بنتكلم عندنا واليا، عندنا محمد شريف، اجايبي اديها، بس اجايبي اعتقد هيبقى تحت في الخط التحتاني افضل كتير، عندنا مروان، يعني عندنا ثلاثه رؤوس حرب. من خلال رؤيتك يبدا بمين ويبقى معاه كمان ورقه يستفيد بها من خلال سيناريو المباراه، لكن البدايه يبدا بمين كراس حربه؟ انا اتمنى محمد شريف. محمد شريف، محمد شريف، لانه عنده سرعات، عنده سرعات طبعا، عنده سرعات، ودي كانت بتميز محمد شريف. يمكن قبل كده لما طلعت اتكلمت ان محمد شريف حتى غيابه 3-4 مباريات، لكن الحمد لله ما اثرش عليه في المشاركه، لكن هو عنده الملكه دي، عنده الملكه دي. وخصوصا يا كابتن هاني لما اتكلمت معاكم في اول الحلقه، ان انت عندك اكتر من لعيب ممكن تحركه من داخل الملعب، تغير طريقه اللعب، ممكن تلعبه طرف يمين او طرف شمال، لان في وقت من الاوقات ممكن ينزل بواليا ويكون شريف برده موجود، شريف موجود كطرف يمين مثلا، كطرف يمين او طرف شمال، مع طاهر مثلا او حسين الشحات. المرونه التكتيكيه او ملكه اللعيب اللي بتبقى عندك بتقدر تساعدك ان انت تغير من داخل المباراه، لكن كتبدا ان انت لازم تلعب بسرعات، خصوصا ان في مشاكل في قلب الدفاع في اي بينيات. يعني انا اتوقع ان النادي الاهلي هتلاقي فيه انفرادات، يعني فيه انفرادات عن طريق محمد شريف، عن طريق طاهر، عن طريق حسين، اي حد هيلعب هيقدر يؤدي، ودول من مفاتيح اللعب المهمه للنادي الاهلي. اجايه بيجي من تحت كويس، بيبقى عنده رؤيه. اجايه كمان من نوعيه اللعيبه اللي رجليها عارفه طريق الجون، بتعرف تجيب جون. دي ملك عند شريف، ملك عند طاهر، اللعيبه دي كلها كان موجود كهربا، موجود حسين الشحات، اي حد من اللعيبه دي بيعرف يجيب جون. ممكن في وقت من الاوقات او فتره من فترات تستعين ببوالي حسب مجريات المباراه. اوكي. فاتمنى ان شريف طبيعي ان احنا نبدا محمد. كنت واحد من النجوم طبعا الجبهه اليمنى، وده دي فرصه عشان تقول لنا بقى محمد هاني تابعته ازاي خاصه في المونديال وادائه اللي في تطور مستمر. هاني ما شاء الله على مدار سنتين او ثلاث سنين بيحط رجله بشكل جيد. يمكن بطلع اتكلم على هاني ان هو مستقبل الجبهه اليمنى في مصر، وهو يستحق كده، يعني هو يستحق كده. كان في ناس كتير بتتكلم ممكن المنتخب مصر يبقى فيه مشكله بعد احمد فتحي، لكن انا كنت بتكلم على طول ان هاني جدير ان هو يبقى موجود داخل منتخب مصر، وادائه حتى يؤهله ان هو يبقى الباك رايت منتخب مصر، وان هو يحترف. حته الاحتراف برضه هتفرق معاه بشكل كبير، وبنشوف عروض كتير جدا لمحمد هاني، وده كان متوقع لادائه طول الموسمين اللي فاتوا من ساعه ما بدا ياخد. لكن انا بشوف اداء محمد هاني يا كابتن هاني واستاذ هاني ان ادائه كورته مسابقه سنه. طب في حاجه لمحمد هاني برضه ناخد يعني لو بيسمعنا او نصيحه، يعني في الاوقات اللي واحنا حسينا المباراه اللي فاتت كان في عمليه اجهاد، محمد هاني شغال من ايام كاس العالم للانديه مجهود كبير جدا جدا، المباراه اللي فاتت حسينا في اجهاد، مش محمد هاني بس، يعني معظم الفرق كان عندها نوع من انواع الاجهاد. انت كنت كابتن لما بتحس انك يعني مش في التوب فورم على المستوى البدني، بتعمل ايه عشان ده ما يبانش في الملعب؟ ودي عايزه شويه خبرات. يعني عايزه شويه خبرات، امتى اجري امتى ما اجريش، يعني برضو توصل الكلام ده ازاي لما كنت بتحس انك مجهد ولكن انت لعيب اساسي في الفرقه وعندك مباراه كبيره، بتقسم المباراه ازاي؟ بص يا كابتن، الطبيعي في الاول حتى في اول مباراه، اول ربع ساعه او اول تلت ساعه، ان انا ما بحاولش ان انا اهاجم كتير، لان انا محتاج القوه البدنيه معايا لحد اخر الدقيقه 90. لكن لو انا بعمل مثلا في الشوط مشوارين ثلاثه في المباريات العاديه، لا انا ممكن اكلم مثلا الهاف اللي قدامي او الديفندر، حتى لو انا هطلع لازم يبقى مغطيني بالظبط. ممكن اعمل مثلا ايه، اطلع اتنين مثلا في الشوط الاولاني، او مثلا اطلع واحده في الشوط الاولاني، وادي المهام هجوميه. دي طريقه كلام بيني وبين الهاف اللي قدامي اللي بيلعب قدامي، سواء كان لو كان هيبقى حسين قدام هاني او اي حد، بقول له خد راحتك انت في الهجوم، يعني هاجم انت،
وانا هبقى انا مامنك تحت شويه وبعدين اخد مرتين ثلاثه واخد مرتين ثلاثه وبعد كده انت تسند او حسين او حمدي فتحي مثلا يمين ناحيه شويه. دي بتبقى ده كلام كابتن هاني اكتر منه ان انا باخد قوه بدنيه او ان انا بطلع حتى لو في المباراه زي ما بقول لحضرتك في الشوط بعمل ثلاث كروسات او اربع كروسات، لا انا ممكن في المباراه دي بدي حريه للهاف اللي قدامي وببقى انا متمركز بدافع مثلا بنسبه 60 او 70%. لكن في مباراه ثانيه هتبقى انت لو واقف على بدني كويس على رجلك بتروح رايح جاي رايح جاي وبتهاجم بنسبه، يعني انت النادي الاهلي انت كهاني انت لازم تبقى مفتاح لعب. وده اللي بقول لك هو مطلوب من هاني انه دايما يهاجم حتى لو اصل الناس مش هتقول لك انت هاني واقف يعني انت ما تهاجم ده احنا عايزين نكسب. فالحته ديت زي ما انت بتقول امتى يبقى عندي اطلع ثلاث مرتين ثلاثه ورا بعض وبعدين استنى اخد نفسي مره او مرتين، كلام مع حسين الشحات، كلام مع حمدي فتحي او عمرو السوليه ان انا لو طالع يبقى في كفرنج سريع علشان تديني وقت ان انا ارجع بهدوء شويه. فكل زي ما انت بتقول خبرات ملعب يعني. خبرات يا كابتن، وفي نفس الوقت انا كباك رايت لازم اشوف الفرقه هل ماشيه معانا يعني انت هل نفسك بقى طبعا انت كهاني الفرقه كوره ماشيه معانا بنروح وبنضيع وراكبين المباراه ولا كوره مش ماشيه معانا. هنا لو كوره مش ماشيه معاك بتقف يعني لازم تبقى واقف متمركز كويس. مهم جدا اول ما احس ان لا الكره النهارده مش متوقعانه بتحسها في امتى في المباراه في المباراة امتى في وقت المباراه ممكن لما بنفقد الكره كتير لما بنفقد الكره كتير لما بتبقى هجمه علينا خطر او هجمتين حتى لو مش من ناحيتي انا لازم اقف اقف واتكلم هتكلم مع الديفندرات ببقى مامن بشكل جيد في الاول ان انا اهم حاجه امن مكاني وبعد كده مطلوب مني ان انا هاجم ههاجم مش مطلوب محدش هيلومني ان انا بهاجم اهم حاجه بقفل منطقتي كويس. هنا بتختلف كباك رايت او هاف رايت لكن انا بشوف ان الفتره الاخيره طرق اللعب هي اللي بتظلم هاني شويه طرق اللعب اللي هي بتظلم هاني شويه وخصوصا ان انت لما بتلعب حد قدامه ما عندوش ملكه ان هو يدافع معاه فهتلاقي زياده عدديه عليه. لكن هنا انا بشوف فتلاقي مجهوده مضاعف يعني مجهوده مضاعف ان انا فرق لما بدافع على واحد والهاب مثلا بيضم معايا فبندافع اتنين على اتنين فرق دي بتبان يا كابتن دي بتبان طبعًا. لو بنلعب 4 2 3 1 او 4 3 3 بتبان على طول لان انت لو بتلعب 4 3 3 مهما كان الديفندر اللي ناحيتك مش هيبقى على نفس اللاين بتاعك لانه كتير قوي بيخش لجوه. لكن لو بتلعب 4 2 3 1 يبقى ده اساسي وواضح جدا حتى انا لو باك يمين هعرف هنده مين طبعًا. يا هنده الشحات يا هنده طاهر يا هنده يعني طبعًا. بيبقى واضح قدامك بشكل اللي انا كنت عايز اتكلم عنه. انت حطيت ايدك على نقطه مهمه جدا ان مش شرط عشان العب 3 ديفندر يبقى بدافع لان الثلاثه الديفندرات ممكن مش متعودين على لعب بعض او ممكن متلخبطين يعني لما بتلعب حسين واليو واكرم توفيق هم ممكن يكونوا متلخبطين. انت الافضل لك ان انت تلعب باتنين ديفندر هنا هاني او علي معلول او هيريح وعارف هو بيكلم مين عشان يدافع معاه كسواء طاهر سواء حسين الشحات. لكن لما بتلعب قفشه ناحيه اليمين هو ما عندوش الملكه ان هو يرجع يدافع ما عندوش ان هو لكن قفشه بيعرف يدافع في ال 30 40 متر وهو بيلعب 10 في قلب الملعب من ال 18 بيرجع على نص الملعب فالمسافه قصيره فبيرجع هو عنده الملكه دي. فمهم جدا ان انت مدير فني تعرف اللعيبه ومقومات اللعيبه اللي معاك تتناسب معاها اي طريقه لعب. عشان كده بقول لحضرتك ان افضل طريقه للنادي الاهلي هي 4 2 3 1 وبتطلب مهام دفاعيه حتى من طرفين الملعب سواء طاهر او حسين الشحات. فاهمه منك ان مباراه زي ديت مهمه جدا فيها وجود واحد زي حسين الشحات مهم. لان النهارده حسين كان موقوف والنهارده اول مره يشارك بعد توقفه 4 ماتشات في دوري ابطال افريقيا طبعا. فقول لي برضو اهميه حسين الشحات في مباراه فيتا كلاب ازاي اللي جايه. حسين الشحات هو يعني من اهم مفاتيح اللعب للنادي الاهلي وخصوصا حسين هو اللي ممكن في ثانيه عنده مقاومات زي بركات كده ان هو يقدر هجمه في جزء قصير. لكن حسين عنده مقاومات بدنيه عاليه ان هو يقدر يدافع مع هاني ويقدر ان هو ينقل لك الهجمه برده ومفتاح لعب عكس قفشه وقفشه 10 افضل يعني هو بيلعب تحت الفيرويد كرقم 10 ده افضل بكتير جدا. لكن كان ممكن يلعب حسين وقفشه وطاهر 4 2 3 1 وممكن لو في نص الملعب ممكن تلعب بحمدي وتلعب بالسوليه والسوليه برده عنده ملكه ان هو بيقدر ان هو يكمل مع الهجمه ويرجع يبقى تحت الكوره دي برده ملكه كبيره عند السوليه. هنا بشوف ان ده من افضل التشكيل اللي هو ان شاء الله يبقى موجود. هناقشك في التشكيل ده ولا ناقشنا طبعا. احنا بنتكلم على موضوع اجهاد وبنتكلم ان فيه لعيبه مجهده.
انا متوقع حسين عشان عنده نفس، حسين بقاله كتير مش مجهد بمعنى الكلمه، يعني عنده لسه يعني عنده كتير، عنده مخزون كبير جدا على مستوى لو خدنا دوت يتطبق شويه على نص الملعب. مش من الافضل ان يكون ديانج موجود، لان ديانج بيشارك في فترات قليله من المباراه، وبالتالي عنده مخزون بدني كبير يقدر يكمل ال 90 دقيقه بدون مشاكل، ده على المستوى البدني. قصدك عكس حمدي ولا عكس ميسي؟ عكس عمرو السوليه، ممكن يلعب بحمدي واليو، يعني انا عايز العب حمدي وديانج ولا السوليه وديانج؟ انا بتكلم على ديانج وعمرو السوليه تمام لجزء، واحنا بنتكلم برضه عشان الناس تفهم احنا بنتكلم كده واحنا قاعدين، لكن كل التقدير والاختيارات طبعا لموسيماني واحترم على تقديره، لكن انا بنتكلم لو يفضل، وخاصة ان يعني حمدي بيشارك بصفة مستمرة. انا يعني مع إيه وجهة نظرك في الجزئية؟ مع حضرتك طبعا، وخصوص اليو يا كابتن، ممكن في الفترات الأخيرة لما كان حمدي بيبقى موجود كان الراجل بيديله حرية الحركة شوية، ان هو بيلعب مثلا 8 اللي هو يزيد شوية مع الهجمة، لكن هنا الحاجات اللي انت ممكن تديها له ان لازم يثبت كستة حتى لو هيلعب جنب السوليه، لان انت زي ما بقول لحضرتك السوليه بيهاجم على طول عشان صحيح. ما تهربش منك في نص الملعب، لان انت مهم جدا في طريقه لعب النادي الاهلي ان انت لازم عندك سته، ده بيبقى بيدافع بشكل جيد، هو مستني الكره اللي نازله الثانيه الكره الثانيه او مستني الهجمه هيقطع ازاي، دي ملكه عند اليو ديانج، وخصوصا كان بيظهر بيها في اول ما جه النادي الاهلي صحيح. وهو يقدر يأديها، يعني يمكن زي ما بقول لحضرتك اللي مش هتطلب حاجه من اللعيب هو ما عندوش، لكن اليو عنده ان هو قدراته تسمح له، يعني طبعا بشكل قدراته وخبراته اللي اكتسبها طول الفتره الاخيره مع لعبه مع النادي الاهلي هو يعني ممكن يلعب سته وممكن يلعب السوليه، وخصوصا تريح حمدي شويه، واكيد حمدي في فتره من الفترات هيبقوا محتاجينه في ان هو ممكن يأمن في نص الملعب، يلعب اليو وحمدي، وممكن هنا بقى لو النادي الاهلي احرز هدف او عايز يأمن في نص الملعب ممكن هنا تقدر تلعب بثلاثه في نص الملعب حتى في اخر فترات المباراه، بحيث ان انت تامن نص الملعب وتبقى مقفل المساحات. بعيدا عن النواحي الفنيه قد ايه مهم، يعني لو جينا اتكلمنا عن العامل النفسي وروح كمان الفانيلا الحمراء بتفرق في مباريات زي دي، بعد بقى اجهادات، بعد اصابات، غيابات، تلاحم مباريات، اي اشاعات، يعني اي حاجه فيها ات الاهلي بيتعرض ليها، فهنا بتحضر روح الفانيلا الحمراء وقد ايه مهمه جدا في تحقيق العشر. اكيد دي بتبقى في اوضه اللبس، ودي اللي ما تميز النادي الاهلي ولاعيبه النادي الاهلي، ان انت دلوقتي عندك اوضه لبس قويه. دي حاجه عندنا في الكوره اسمها اوضه اللبس اللي هي مخارج الملعب، عندك مقاومات زي عندك قائد زي الشناوي، وليد سليمان، السوليه، ايمن اشرف، دي الكلام دي لم ان احنا النادي الاهلي، ان احنا الفريق البطل، دي مخارج الملعب، مخارج الملعب، ودي مقومات عند اللعيب، دي مقومات عند اللعيبه ان اللعيبه تبقى قافله على نفسها بشكل جيد، وهنا اللعيبه الكبيره دورها ان هي تشيل من على اللعيبه الباقيه الضغوط. كنا بنتكلم في الجزئيه دي من طبعًا. كام يوم صح؟ مع بالظبط كنا بنتكلم على قول لنا يعني الروح ديت والدريسنج روم ديت بالروح ديت اعتقد النادي الاهلي منفرد بيها تماما طبعًا. يعني ده اللي بيفرق النادي الاهلي عن اي نادي تاني طبعًا. ومش من دلوقتي بس، يعني انت بتتكلم على حاجات انا عشتها يعني جوه النادي الاهلي من سنين طويله طبعًا. فبنتكلم على موروث، ده موروث النادي الاهلي، ده النادي الاهلي اوضه اللبس، وما يخرج عن اوضه اللبس ما بيكونش موجود في النادي الاهلي على طول ايا كان مين. عايز ترجع لي كده بالذاكره وتقول لي مواقف حصلت معاك انت يا كابتن احمد في اوضه اللبس، كلمنا عن اوضه اللبس ايام مانويل جوزيه، اللعيبه الكبيره، موقف حصل وكان فيه شويه لازم الفرقه تتجمع، يعني افتكر لنا اكيد مر عليك موقف زي ده اكيد، يعني اكيد يا كابتن هاني، وده ما يميز زي ما بتقول حضرتك النادي الاهلي، يعني ما يميز النادي الاهلي هو عنده مقومات البطوله، مقومات البطوله دي مش عند اي مجلس اداره ولا عند اي جهاز فني ولا عند اي لعيب، مقومات البطوله ان انت كلاعب عندك المسؤوليه وعندك الشخصيه وبتقدر تتحمل مسؤوليه التيشيرت، مسؤوليه كبيره جدا على مستوى افريقيا، وكونك ان انت تبقى موجود داخل النادي الاهلي من ال 25 فانت من افضل 25 لاعب في افريقيا ان انت تبقى موجود داخل النادي الاهلي، فدي مش من فراغ. وارجع بالذاكره لموقف حصل كان قدامي، حصل مشكله من قبل مباراة السوبر في أفريقيا مع النجم الساحلي 2007، دي خدنا البطولة دي، يمكن كان حصل زي شدة ملعب مع لعيبة كبيرة طبعا بدون ذكر أسمائهم، حوالي كابتن هاني أستاذ هام حوالي 10 لعيبة كبيرة أسماء،
شدت ملعب واحنا مسافرين بعد يومين. طبيعي. مسافرين بعد يومين. طيب. وكان الكابتن حسام بدري موجود وكان مستر مانويل حتى كان دخل الاوضه جوه فحصل شده واحنا بنسخن. فاحنا كلعيبه اللي هو كنت انا وشديد وعاشور وصديق كنا اللعيبه الصغيره وصلنا حاله قلق. طب اللعيبه الكبيره كده واحنا عندنا النجم الساحلي وفي اثيوبيا مباراه فاينل كاس سوبر ومباراه مهمه وقبل ما نسافر فحسينا بقلق. لا اللعيبه الكبيره كده مش مركزين مش شادين الشده اللي هي اللي قبل كل مباراه. لكن خلصنا تمرين ومشينا رحنا المطار سافرنا. عايز اقول لحضرتك يا استاذ هام كابتن هاني نزلنا المباراه رحنا وصلنا قبل المباراه بيومين نزلنا التمرين لقيت اللعيبه الكبيره حضري عماد النحاس شادي محمد اسلام الشاطر محمد بركات عماد متعب شوقي حسن مصطفى اللعيبه الكبيره كلها احمد السيد لانهم شادين بعض يا رجاله دي بطوله وتضاف لتاريخنا وتاريخ النادي الاهلي واحنا لازم نتحمل مسؤوليه اي حاجه خلافات بيننا وبين بعض دي بره الملعب رزقنا ورزق اولادنا لان ما شاء الله كانت المكافاه كانت كويسه ودي 90 دقيقه و 90 دقيقه بطولة. بقى دي اللمه اللي انت بتتكلم عليها احنا يا كابتن هاني حتى اللعيبه الصغيره جالنا روح غريبه وعايزين الماتش احنا عايزين الماتش دلوقتي خلاص والله العظيم كنتوا محتاجين الكلمتين دول احنا عايزين ما خلاص بقى انت الحضري وعماد اللعيبه الكبيره كلها طبعا. من امبارح انت كنت شايفهم بيشادين مع بعض نزلنا المباراه لعبنا 120 دقيقه يا كابتن مش عايز اقول لك اثيوبيا جو رهيب والرطوبه عاليه جدا كن يعني كلنا كنا كلاعيبه لعبنا 120 دقيقه اللي وصلنا ضربات جزاء وكسبنا الحمد لله كاس سوبر. فدي من المواقف اللي علمتني حتى انا شخصيا بعد ما مشيت من النادي الاهلي ازاي مسؤوليه ازاي مسؤوليه تجاه ناديه ازاي ان انا الم اللعيبه ازاي ان انا بعرف افصل كويس المشاكل ووقتها امتى ونتكلم فيها امتى والمصلحه العامه امتى وانسى كل حاجه وارمي ورا كل حاجه بره خلاص كل حاجه بره وركز في المهمه دي مهمه مهمه. ولما حسام بدري كان ساعتها كان مدير كوره كان مدرب عام مش عايز اقول لك كابتن هاني كان مستر ياسين منصور كان الكابتن حسن حمدي رؤساء بعثه لما شفنا احنا لقينا لفينا لفه لما الكابتن حسام نقل الصوره للكابتن حسن وهو في المدرج ومستر ياسين ضاعف لنا مكافاه يعني ضاعف لنا المكافاه فاحنا استغربنا كانت مكافاه ما شاء الله وبعد كده ضاعف لنا المكافاه هنا ما كناش باصين على الماديات هنا باصين ان احنا ازاي نحقق البطوله ورجعنا على طول تاني يوم او تاني يوم رجعنا مصر بعدها بيومين ثلاثه يعني المفروض اللعيبه الكبيره بتريح طلبوا من مستر مانويل احنا مش هنريح احنا مش هنريح انزلوا على طول احنا عايزين نكملوا واللعيبه الكبيره دي علمتني ازاي مسؤوليه ازاي مسؤوليه ان انا ما اريحش ان انا ارمي ورا ده واحنا لسه واخدين بطوله كاس سوبر فالمفروض طبيعي انت تريح لكن بترجع بتلعب دوري كسبنا المصري ببورسعيد 2-0 وكانت اول مباراه لنا في الدوري هنا عرفت قيمه التيشيرت كويس عرفت المسؤوليه ازاي دي اغلى مباراه بالنسبه لك دي اغلى مباراه بالنسبه لك لموقفها لموقفها اغلى مباراه بالنسبه لي وخصوصا كمان مباراه المقاويه مع برشلونه مع النادي الاهلي دي من المباريات برضو اللي في التاريخ ما اقدرش انساها الحمد لله اديت فيها بشكل لا تنسى في تاريخ احمد عادل في مواقف كده يمكن دي برضو حاجه كانت كبيره جدا بالنسبه لي وحملتني مسؤوليه يمكن كان عندي ساعتها 21 سنه فدي مواقف استاذ سام كابتن هاني ان ازاي تخليك تكمل في مسيره حياتك ان انت يبقى عندك المسؤوليه حتى وانت يعني زي وانت لعيب كده كنت مخضوض ايه ده اللعيبه بتشد ودي كانت شدت ملعب تلاقيهم شدت ملعب وخلي بالك شدت الملعب دي بتيجي بتبقى الموتيفيشن عالي قوي والروح عاليه قوي ومباراه مهمه والكل عايز يشارك والكل عايز يكون موجود فوانت صغير بتبص ايه ده اللعيبه الكبار كده طب وبعدين ميزه النادي الاهلي ان هتلاقي نفس اللعيبه الكبيره ديت هي اللي بتشوفهم بتجمع الاولاد الصغيرين وبتديك الروح وبتديك فدي ده ميزه النادي الاهلي اغلى بقى واصعب البطولات يعني انت بتتكلم على مباراه يعني انت اتعلمت فيها واللي اتعلمته ده خدته اكيد معاك حتى على المستوى المهني بعد كده على مستوى ان شاء الله تكون مدرب كبير يبقى كباتن الفرقه عندك بتاخد منك لكن على مستوى الصعوبات كبطوله كانت صعبه بالنسبه لك او صعب تحقيقها واتحققت يعني هي من افضل المباراه البطولات اللي انا حققتها مع النادي الاهلي هي مباراه الزمالك 4-3 دي كانت مباراه اللي عارف بتروح منك وبعد كده بترجع
وبتروح منك وبعد كده بترجع رايح جاي. ولعبنا اكسترا تايم وجبنا اسامه حسني جولين، كنا خسرين 3-2 وبعد كده اسامه حسني المباراه تقلب في 5 دقائق. فكانت مباراه يعني فيها زي شغف، احنا كنا الفتره دي بنخش اي بطوله بناخدها فما كناش متعودين على كده. كنا احنا انت عارف يا كابتن هاني احنا الفتره دي كنا بنحسم الدوري قبلها ب7 اسابيع صحيح 21 بون الموسم اللي فات كان كده احنا بدري يعني انا اخدت 2 دوري مع النادي الاهلي موسم حسمته قبلها ب5 اسابيع، فرق عن نادي الزمالك 15 بونت، وفي مباراه ثانيه وفي السيزون الثاني بسبع مباريات. حتى كان الفريق الاساسي بيريح واحنا مثلا اللعيبه اللي ما بتشاركش اللعيبه اللي بعيد بتقدر كتير فكنا بناخد الدوري قبلها ب21 بونت. فان احنا نوصل لمباراه كده وبناخد سوبر افريقي وبناخد سوبر مصري، فان انت توصل لمباراه كده حاجه غريبه. مختلف يا كابتن احمد، انت لعبت الانديه كتير، ايه المختلف يعني انت دايما ايه المختلف اللي بتشوفه عن النادي الاهلي عن كل مع احترام كل الانديه، بس في اختلاف، ايه الاختلاف اللي موجود ما بين لعبك للنادي الاهلي ولعبك لانديه ثانيه؟ بص يا كابتن، النادي الاهلي على طول هو عنده، انت طبيعي ان انت لعيب هتتطبع بطبع النادي الاهلي، ان هو على طول بيلعب الاول. يمكن اللائحه بتاعتنا يمكن اتكلمت مع حضرتك قبل كده ان انت تجيب 10 بونت من 12 بالظبط يعني. فده يديك مؤشر ان انت ثلاث مباريات مكسب واحد تعادل، فتبص في اللائحه انت مفيش خساره. فين الخساره؟ فين الخساره؟ وتاخد المكافاه بعد ال4 مباريات. يعني لو جبت 9 بونت ما تاخدش ولا مكافاه. تستنى المباراه الرابعه. لائحه النادي الاهلي ولائحه النادي الاهلي انا كنت ببص على المكافئات، كانت مكافئات قليله لان انت بتكسب كتير. لكن في الاخر في الاخر اللمه حلوه. فده يديك مؤشر برضو ان انت ازاي انت على طول النادي الاهلي، وخصوصا انا لعبت في ناشئين النادي الاهلي وكنت انا يعني الحمد لله اتربيت على كده. النادي الاهلي على طول في المرتبه الاولى. النادي الاهلي حتى اللي بيفرق ان انت وخصوصا لما بتلاقي النادي الاهلي فارق عن فريق منافس، هو في المؤجلات وكده فارق 13 بونت عن فريق منافس، وفريق منافس في الاول انت كجمهور نادي انت مش قلقان، لان انا عارف مقومات اللعيبه والاهداف اللي عند اللعيبه والاهداف اللي عند الجهاز الفني، ان هو باصص على البطوله هو مش باصص على الفريق التاني بيخسر بيتعادل، هو ملهوش دعوه، هو قافل على نفسه كويس وهو باصص على البطوله. يمكن في احد البرامج اتسالت السؤال ده فقالوا لي مين الاقرب؟ قلت لهم طبيعي النادي الاهلي بحكم التجارب الاخيره. التجارب الاخيره فرق 13 بونت والنادي الاهلي بيجي من بعيد ممتد بياخد البطوله. هنا دي مقومات عند اللعيبه، دي مقومات عند مجلس الاداره، والدور الكبير زي ما بقول لحضرتك للكابتن سيد عبد الحفيظ ان هو بيقدر يبقى قافل على الفريق بشكل، حتى لو في انتقادات في اي حاجه تحكيميه اي حاجه هو بيبقى قافل على الفريق بشكل كويس. ودي الملكه اللي عند اللعيب ان هي بص على البطوله، ماليش دعوه بقى لاي فرق خسرت اتعادلت، انا بحقق المكسب حتى لو في تذبذب شويه في الاداء لكن بحقق 3 بونت. وهو ده الهدف، ان انت في الاخر انت كمدير فني او كلاعب انت هتحاسب على البطوله صحيح. ودي الملكه بتاعت مجلس اداره النادي الاهلي، ان هو بيديك كل الصلاحيات ووفر لك الاجواء اللي تقدر تشتغل فيها ان انت تحقق البطوله. عشان كده مقومات البطوله هي مش عند اي فريق صحيح. والناس بتستغرب، لا ما تستغربش النادي الاهلي ياخد البطوله او يحقق البطوله، لان المقومات دي هي عند بتبدا من عند مجلس الاداره او من بدري يكون حاسمها وهو طول ما هو بيلعب على الثلاثه بونت. عشان كده تلاقي النادي الاهلي بيحسم بدري، يعني بيحسم بدري حتى لو كان في مؤجلات شويه او في اي حاجه بيرجع هو بيقدر يرجع تاني ويحقق الثلاثه بونت. وملكه برضو ان انت بتلعب للدقيقه 90 او تلعب لحد صفاره الحكم، هتلاقي مباريات كبيره جدا. يعني انا كنت بتكلم مع حد قريب فبيقول لي انا الدقيقه 90 والله العظيم مش عايز اتفرج بطل التلفزيون. والله يا كابتن هاني بيقول لي في الدقيقه 90 مش عايز اتفرج والجون جه في الدقيقه 92 فقال لي عشان اتفرج. دايما يا رب ان شاء الله مفرحنا النادي الاهلي يا رب دايما مفرحنا. كابتن احمد انت كمان نورتنا وشرفتنا وكان لقاء مميز دايما يعني. حبيبي يا كابتن انا دايما ببقى مبسوط وانا معاكم ودايما كده متالقين وحاجه بصراحه تشرف قناه النادي الاهلي. شكرا ليك. شكرا ليك يا كابتن عادل. بعد الفاصل نستقبل الكابتن الكبير فتحي مبروك.